بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے 40 استغفار دعائیں. جو شخص بھی روزانہ صبح اور شام پابندی کے ساتھ صرف ایک مرتبہ ان 40 استغفار دعاؤں کو پڑھ لیتا ہے یا سن لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے زندگی کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. ان کی برکت سے اللہ تعالی تمام مشکلات کو بھی آسان فرماتا ہے، پریشانیوں مصیبتوں سے بھی نجات عطا فرماتا ہے، رزق میں اضافہ اور کاروبار میں بھی ترقی عطا فرماتا ہے. یہ دعائیں پڑھنے یا سننے کے بعد اللہ کے حضور جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ کریم ہر مانگی جانے والی دعا اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتا ہے. ویڈیو کو لائک فرما دیں، توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. رب اغفر وارحم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها. اللهم اغفر لي ذنبي وتب علي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي وارحمني. اللهم اغفر لي واهدني. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لي ذنوبي خطائي وعمدي. رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات
وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك كرهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم لا إله غيرك اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، يا عفو اعف عني، يا رؤوف ارفع بي. یہاں پر غلطی ہو چکی ہے، آخری صفحے کو میں پھر سے دہرا رہا ہوں. سبحانك اللهم لا إله غيرك اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، يا عفو اعف عني، يا رؤوف ارؤف بي. يا رب اوزعني، يا رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم.